كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وسعينا للعمالة تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى دولة. تعال هنا هاي تعال هنا قاطع قيدك ذيل ماشي طير النهار كذا ماشي الحق سميرة الضابط يا ها قشيرة ودايرة منا ان شاء الله جواز والله رقم وطني والله هنا ماشي مرض غلانة خرطة دي في التراب واجي انا اخوك انت مرت مجنونة والله هنا فضيل المرة دي غايزاني زمان بيسلم علي بطرف اصابعينا هسه وكيف بقت تركب الطرحين السلام خلته وما تخليه ذاتك والله لا يسلم عليك شنو بعدين ده اعتداء على رجل شرطة الكلام ده يا فضيلة بدخلك السجن رجل شرطة هي ميمرة القانون قال رجل والقانون ذاته غيره بقت مدنية ما في قانون غيره ولو فرضنا انه غيروه ده ما بديك الحق فضيل قالوا بقوا مواطنين ساي يا اخي قولوا بقوا مواطنين المواطن اللي بتعتدى عليه ده ما عنده حقوق؟ انت دقة قديمة افضل هسه بقت ديمقراطية تنبذ الدايرو وينبذ عادي وكان قدرت تدقه عادي ولا بتتحاكم يدقوك ان شاء الله 10 مجانين قلت امشي امشي جوا امشي جوا تمشي فيك الطلقة تخفزك الواطن مرة مجوجي وما عندك راس امشي امشي قال ديمقراطية قال خلاص انت قلت ما فوضى مرحب تفضل يا منو ذا مرحب وين قول مليون اوكي عارف ان شاء الله تمام ان شاء الله طيب مالك هذا اللي بقيت تدق الباب كمان الله يطورت اخوي وقع عليه في الورقه دي مستعجل بدور اللي على بقيت الناس اللي تنكب منه في الحله بيطلق طول ناس لا ما في زول يتنكب هذول بندور نطرد سعيد من الحله سعيد الواحد ده؟ هاي ما معلش نسوى انت سعيد ده مو عسكري؟ عسكري هاي بالحل؟ اخوي نحن عسكري في الحله دي تاني ما انا دايرينه مي ديمقراطيه انا ستو مجانين انتوا ناس بتفهموا سوالكم شنو غلط عليكم في شنو؟ يا زول ما دايرينه بس ما دايرينه هو شنو ما دايرين هذول الكلام ده بدينك هذول بعدين اقول لك كلام شيل ورقتك دي شرطه وابقى مارق عليها لك اخوي الناس دي كلها مضت الا انت الزول الوحيد المشاتر وانا بشاتر واقول لك كلام كمان الكلام ما بتعرفه الراجل فيكم يقرب سعيد ده عشان انا عكازي بس ما عندي لكم غير العكاز اخوي تحت كذا ذاته سامعين قالوا انت عسكري هاي انا عسكري ورتبه كمان إن عجبك ها مدنيه امشي يا زول المدنيه تكسر راسك المدنيه كان كذا كان خلوها ذاته في دي فضيل كلامه صح حتى انت اللي قلنا عليك فاهمه ازدهار انت عارفه الناس فاهمه الحريه والديمقراطيه غلط والحريه كيف انها صحيح الديمقراطيه فيها مساحات للحريه والتعبير عن الراي وحتى اختيار الحكام وده ما موجود في الانظمه الشموليه الثانيه لكن كل شيء عنده حدود عشان ما تبقى فوضى ولا شنو كلامك ده ما ياهو انت ما حتفهمي في الكلام ده خليه احسن ازدهار ايوه قومي راجعي معلوماتك لأن الحرية ما عندها حدود طيب يا فضيلة أنا هسألك سؤال يعني الإنسان ممكن يطلع كده من دون ملابس؟ لا طبعا ليه؟ بيقولوا عليه جنة بس؟ وتاني شنو؟ عشان ما يأذي مشاعر الآخرين وبكده حيكون اعتدى على حرياتهم في دي صدقتي إذن الحرية عندها حدود صح البلولة كيف هذول؟ مرحبا فضيل ان شاء الله تمام مرحب الحمد لله مرحب مالك هذول الشكل عن قفاك ومكفرا كدي الحكاية شنو شايل عودك وقاعد في الشارع في شنو؟ قاعد لي في راي كويس خير ان شاء الله لا دي خصوصيات ما دار زول عرفها والله من حقك طبعا هاي لكن في شنو؟ فضيل انا ما شدات الحق لاي موضوع هذا لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول الله لا حول الله يا اخي ذي ذات ذي حاجه صعبه خلاص يا فضيله هاي
وانت مشيت وين خلتني بدون غدا؟ تنغدي بالشوك شحض الله عليك، أسرة عجيب الله لا غزة فيكم برقك ذاته يا أخي. عليك الله كنت وين أفضير؟ ما مقضي يومي مع أخوك السجمان ده. أخوي منو؟ البلولة ولا السجومة ده؟ البلولة ماله؟ البلولة هو مايل وين؟ البلولة ده في أي حتة مايل. مشى الليلة كمان آخر تقليع عليه شايل له عكاز، مشى اعترض الدوري حق الشرطة، قال لهم تاني ما تجوا هنا. ودافروا آخر النهاية كرفزوا ورفعوه في البوكس وهزي هذاك مرمي في الحراسة. كر علي إلا لي البلولة، كر علي إلا لي يا أخوي الوالد، وابع فضيل. أها. أنت الحراسات دي ما خلوها. خلوها كيف يعني؟ سواك فاس عصافير يعني والله ينو. أنت ناس مخاليل، أنت أسرة ما كن عاقلين، كيف يعني يقفل الحراسات؟ أفهم مننا ولا خلي منه؟ اها وسووله شنو؟ سووله شنو؟ هو قال ما حيسووله شنو؟ دخلوا الحراسه، فتحوا له بلاق، وفتحوا له كم ماده، قلنا نلحق الموضوع لقيناه بيتلحق، نطلع له ضمانه، قالوا والله خلوه شويه كذي، اخرنا خلينا مرمي هناك وجينا. اها شنو؟ حيقدموا له محاكمه وينسجن. كر عليه البلوله. كر عليك شنو؟ يدي الشلاق الفايت الحزات، زول الشلاق عليه القوات الامنيه، يا اخواننا القوات الامنيه دي عندها دور كبير، يا تساعدن يا ما تعطلن. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة، في حب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة، وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها، وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة، نعمل بالأمانة بين العالمين، احنا بين العالمين، دولة تتبع الأولى.